اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم تلاقيش هنا. حرك.
الذي شهد السماء وهي تنذر بالشر على هذا النحل؟ أولئك الذين شهدوا الأرض وقد غاصت في الخطايا. فلماذا إذن يصبح الحاكم طاغيا؟ المسكين. أنا أعلم. أنا أعلم أنه ما كان ليصبح ذئبا إلا لأنه قد رأى الشعب قد أصبح نعاما. أنا عاوز أقول لك على سر. يا جماعة من فضلكم أنا عاوز أعترف اعتراف. أنا بالمناسبة مثلت يوليوس قيصر أيام الجامعة زمان وحافظ الدور صم. تحب أسمعه لك؟ عاوز كمان أقول لك أيها المخرج العظيم إن أنا واخد بالي من كل كلمة أنت أضفتها للمسرحية دي. مطالب العمال والفلاحين أطمنك إن ده أول بند في البرنامج الانتخابي بتاعنا. وإحنا عشان كده عندنا ثقة في حضرتك يا فندم. يا ترى إيه هو سر الاهتمام المفاجئ لعيلة هاشم بالثقافة؟ واضح إنك أنت مش واخد بالك. هاشم محامي ومحامي مشهور جدا. الثقافة جزء لا يتجزأ من تكوين بيتنا. بس فجأة اختاروا عارضين لمسرحيتين ورا بعض. خدي بالك الفلاشات الكتير ممكن ما تخليكيش تشوفي كويس. أنا مش فاهمة أنت خايف عليا قوي كده ليه؟ كداب قوي وما تصدقهوش في ولا كلمة. هو أنت لا منك ولا كفاية شرك؟ مهتم يا ستي لأنك طموحة قوي. والطموح والمعاناة توأم. ما بيفتكروش. واضح ان انت عندك مشاكل ومعاناه مأثره فيك لحد دلوقتي. يبقى احكي لي عليها. انا حبيت اكون اول واحده بهنيك برئاسه ان شاء الله. يعني انا لسه مجرد مرشح، لسه المشوار طويل. بس انا واثقه فيك. ان شاء الله. دايلي. انت اكيد رئيس ان شاء الله. امال اوضتك فين؟ اوضتي؟ انا ماليش اوضه هنا. مسرح ده كله بتاعي انا بس. لكن في هنا اوضه بتاعت الممثلين. مخزن يعني فيها لبس. خش اتفرج. ادخل. اوف زين حلو كده. انا اسمع ان الاوض دي مليطه بس مش مظبوط على فكره. كلام مش حقيقي. شاعت شاعت. مغرضه. ايه ده انت بدات تمثل؟ شكلك عايز تبقى فنان. والله أنا ماليش في الموضوع ده. بس لو معاكي أفكر عادي. أنت عارف؟ أنت الستايل اللي أنا بحبه قوي. تبدأ خطر كده. طب يلا يلا عشان نخرج. أنا مبسوط قوي عشان أنا شفتك النهاردة في العرض. ما كانش ينفع مجيش. ليه؟ عشان باباكي موجود؟ لا عشان ما ينفعش افوت العرض بتاعك. طب و عجبك العرض؟ عجب كالعاده. لو على كده يبقى في مسرحيه كتبتها من فتره كده وهبقى اجيبها لك تقريها وتقولي لي رايك فيها. اوكي؟ اوكي انا هتعب نفسي واقراها بس انت عارف كويس قوي رايي فيها ايه. انا عايز اتاكد. مبروك يا فنان. ربنا يبارك فيك. مسرحية عجبتني جدا جدا. بجد؟ طب الحمد لله. واضح ان كنتوا عاملين فيه مجهود جبار. وبصراحة
أنا حقيقي فخورة بيكم. علشان كده بكرة في عزومة عشاء عندنا في الفيلا. يا جماعة يا جماعة اسمعوني، بمناسبة نجاح المسرحية أحب أقول لكم إن في دعوة خصوصي ليكم أنتوا الفرقة على عشاء عندنا في الفيلا. مبروك، المسرحية كانت هايلة. الله يبارك فيك. ايه ده؟ انت زعلان؟ مع ان بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا عندكم النهارده كان قرش كومبلي. معظمهم دعوات جايين عشان هاشم الرئيس. كلهم تذاكر اتباعت، انا شفتها بعيني. يلا. ختامها مسك زي ما بيقولوا. بس انت مين بقى؟ شايفك عمالة تنططي من الصبح وبسم الله ما شاء الله منتشرة في كل حتة في المسرح. مين سيادتك؟ أنا هكون مين؟ أنا عايزة أشتغل معاك. وأنت بتعرفي تعملي إيه؟ أي حاجة أنت عايزها. هنشوف. مساء الخير. مساء النور. ها؟ ايه رايك؟ عجبك العرض؟ وما فيش ايه رايك يا انيس؟ عجبك العرض ولا يا انيس؟ العفو يا انيس بيه. ما عليك المنتج اساسا. يعني شفت العرض اكتر من انا نفسي شفته. دلوقتي انا يهمني راي الجمهور. الراي الحيادي. طيب اسيبك بقى مع الحيادي. عجبتك المسرحية؟ هي دي الدخلة بتاعتك؟ يعني ايه؟ يعني لما تعوز تتعرف على أي واحدة بتقول لها الجملتين دول؟ هو أنا لسه هتعرف عليك. بعدين لو أنت عايزة أنا عندي جمل تانية أحلى. بجد؟ زي ايه؟ زي على فكرة وشك فوتوجينيك. مش عايزة تمثلي؟ يعني ايه فوتوجينيك ديت؟ يعني زي كده بالظبط. ما هي دي الدخله بقى. سوري ما خدتش بالي. انت تفتكري يعني ان انا فاضي بس اللعب العيال ده؟ فاضي انا العزومات وكلام الفارغ ده؟ مش قادره اصدقك بجد يا هاشم، مش قادره اصدقك. ده أنا لسه أول امبارح عاملة لك تلات عزومات في نفس اليوم، ساعتها الموضوع ما كانش كلام فاضي، ودلوقتي الموضوع بقى كلام فاضي؟ ولا بس علشان ده جاي من طرفي؟ يا حبيبتي العزومات اللي أنت بتتكلمي عليها دي ليه تربيطات عشان الحملة، عشان الانتخابات. خلاص يا سيدي. اعتبرها علشان الحملة والانتخابات. علشان الناس تقول إنه هاشم الرئيس راعي الفن والثقافة. أوكي؟ ايوه بس كان لازم برضو تشغلي عليا، ما يمكن مش فاضي بكره. هاشم انا مش عايزه اعمل موضوع من لا شيء، لو الموضوع مش عاجبك انا ممكن اكنسل دلوقتي حالا. انتوا ساكتين كده ليه؟ طب قولي لي انت يا نوجة وانت عارفاها كويس، مريم راحت فين؟ ساكته ليه يا نوجة؟ في ايه يا جمال؟ ما تهدى بقى شويه. وبعدين انت مش وعدتيني انها ليا؟ طب ماشي ما بقاش جمال، اما جبتها لحد هنا اهو تحفه. اهدى بقى يا جمال، في ايه؟ اهدى. اوعدك اني انا اللي هنزل واجيبها من شعرها لحد هنا ورجلي على رجلها. يبقى رجل على رجل. لا ما ينفعش نسيب ستتين لوحديهم هنا، وبعدين انت الراجل الوحيد اللي اعتمدك عليهم.
اهدى. الله، طب انت مش وعدتيني ان انا وهي هنتجوز؟ ايوه وعدتك، وفي خلال اسبوع ان شاء الله هتكتب كتابك عليها. ماشي؟ دي كلمتك؟ ايوه كلمتي. ماشي. صعبان عليكي، قلبك معاها انا عارفه. اه بس هو قلبه مع حد تاني. مشيت وسابتهولك. تفتكري يعني نوجا هو هيسيبها؟ عملت ايه ساندوتش؟ ميرسي يا بيبي. تشربي شاي بلبن؟ أنا امبارح قلت للأنيس إن أنا عايزة أشتغل معاه. شغالك إيه؟ أي حاجة. وقلت له كمان إن أنا عايزة أروح الحفلة النهاردة بتاعت هاشم الرئيس. وما قلتليش ليه بقى إن شاء الله؟ بقول لك أنت ليه؟ أنا لما أخش كتف بكتف المنتج برستيجي جوه يعلى. يا واطية يا انتهازية، أف طول عمرك. ماشي. هظبطك أنا النهاردة فستان حلو فشخ. بس بجد؟ بيتك حلو قوي. يخرب بيتك على الصبح، على الصبح النبر والحسد. قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله. يا ماما يا ماما استهدي باللبق واقعدي، مش تبقى انت كمان. وان شاء الله جمال هينساها ويرجع لعقله. جمال مش هينساها، وحتى لو جمال نساها انا هنساها؟ انسى اختك؟ وبعدين انا خايفه عليها تروح لسكه اللي يروح ما يرجعش. انت فاكره يعني مريم هترجع معاكي؟ ما انت عارفاها وعارفه دماغها الناشفه. انا عارفه عشان كده خايفة عليها. مش خايفة عليها تسيبيني أنا هنا لوحدي يا ماما؟ يا بنت أنا خايفة عليكي طبعًا، ده أنتِ سندي وظهري، ده أنتِ اللي بتكل عليكي في كل حاجة، أنا اللي مشيلاكي حمل كل حاجة وبرضه ما بتشتكيش، إنما هي بالروية خايفة عليها تروح تعمل مصيبة هناك. يلا. يا ماما استني، أنتِ هتدوري عليها فين بس؟ هو أنتِ عارفة حاجة هنا لما تعرفي تدوري عليها هناك؟ أنا عارفة اللي هيوديني لسكتها. خلي بالك بقى من نفسك ومن جدتك، يلا هاتي بوسة. باي باي. خشي يا مريومه بقى، اختاري اللي انت عاوزاه. هو انت بقى بتقضي حاجتك كلها من هنا؟ مش دايما يعني، لما حاجه بتعجبني بس. لو حبيتي تعملي اللوك بتاع صلاح الدين ايوبي في معركه حطين مش ممكن. ايه ده؟ محدش بقى بياخد باله ان انت بتاخدي هدومك من هنا؟ نو يا حبيبتي، انا بحط التاتش بتاعي، محدش بيشوف حاجه، باين كله بيقضي اصلا لبسه من هنا. ايه ده؟ فظيع صح؟ حلو قوي كده تايت جسمك، تخشي عليهم تلمي شعرك هاي هيلز، هتهبلي الدنيا. اوكي حلو حلو يا مريم قوي. خلاص. طب يلا استقريتي قبل ما انيس يجي ويشوفنا؟ هو هيجي امتى؟ يلا انا شعرفني بقى. هو ده تمام؟ اه يلا يلا. كنت ناوي تمشي وتسيبني وانا قاعده مستنياك جوه؟ نعم. احنا كان في بينا مواعيد ولا ايه؟ نعم. مش كنت متفق انا وانت نروح الحفله بتاعت هاشم الرئيس؟ انا اتفقت ان ادخلك، يعني كان ينفع تجيلي هناك. عايزني افوت عليك فرصه بمليون جنيه تدخل على الناس وفي ايديك حاجه حلوه زيي؟ لا طبعا. اطلع يا اسطى. اطلع يا اسطى. اطلع يا حسام. حتة قصر معقول أربعة بس اللي عايشين هنا؟ صغير عليها، وهي كمان بص اللي بعيد قوي، جت على القرف. خلاص ما تضايقش نفسك يا محمد. عاجبك بيتنا؟ يجنن، تحفة بجد. باباك ده شكله فنان. آه بس حفلات كل يوم، حفلات كل يوم، مش طريقة. إيه ده؟ شكلك زعلان بقى إن مامتك عزمتنا. خلاص اروح. اقعدي هنا راحة. وبعدين ده انا لسه كنت بفكر ارد لك الواجب اللي انت عملتيه امبارح. واجب؟
انا عملت معاك واجب؟ انت مش فرجتيني على المسرح. لازم افرجك على البيت. عينيك تخوف. عينيك تجنن. طب يلا. يلا ايه؟ يلا فرجني. يلا. الدخلة دي مش هتحلو الا بحطت ايدي في ايدك حتى الوجاهة تكمل. عيب يا استاذ انيس، انت راجل متجوز. لا يا شيخ، لسه واخده بالك اني متجوز؟ اوكي. اهلا اهلا يا جماعه، شرفتونا. جاي خرابيط المنتج مره واحده كده؟ والله دي اقل حاجه عندي. وانا من ساعه ما شفتك قلت ان انت مش سهله خالص. والله انت اللي مصعبها على نفسك. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. مساء الخير. فنانك كبير، ازيك؟ الحمد لله. احنا على قدنا لسه يا مدام سميه. لا 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 لا، اوعى تقلل من قيمه نفسك ابدا. انا بعرف ازاي احس الفنان الموهوب. وبعدين عارفه كويس قوي انت هتكون فين بكره ولا بعده. ربنا يسمع منك ان شاء الله. يلا يا جماعه، شرف خير يا استاذ. اتفضل. الهانم بتربي عريس. عريس لمين؟ للي انت جبناه البتاع ده في ايدك. ده؟ مالي يا سيدي، دوشت من الصبح بسبب الخبر ده. انت ايه رايك؟ والله انا رايي قلته امبارح. اجتماع الثلاثه اللي فات مع الشيخ جلال غير كتير قوي من فريد حسان. انا مش عارف انتوا ليه مصرين انتوا الاثنين ان فريد مدفوع من طياره ديني. يا هاشم، ما تنساش انه بعد ما فشل في دور الليبرالي مفيش قدامه دلوقتي غير انه يرجع لمكانه القديم اللي كل تصرفاته بتاكد انه بينتمي ليه. يا سيدي فريد ده صديق عمر، وانا متاكد ان هو مستهزئ لدرجه ان هو يعتمد على طيار الدين لوحده، خصوصا بعد ما اثبت فشله الذريع الفتره اللي فاتت. ايوه يا هاشم، بس ده لو ما كانش ليه غرض تاني. فلسفه بقى. ها تقصد ايه يا سامح؟ هو مش فريد رشح نفسه في انتخابات الرئاسه؟ يبقى اكيد ليه غرض تاني. مش بعد الانتخابات الرئاسيه في البرلمانيه؟ يبقى صاحبك عايز يوحد التيار الديني ويرجع يقوي تاني عشان يخش علينا فتح صدره. او تبقى محاوله منه لجس نبض بقيه المرشحين. طب ليه ما يكونش بيلعب لعبه تانيه؟ تبقى محاولة تشتيت أصوات. تشتيت أصوات؟ لصالح مين؟ ياش، اللعبة لسه ما اتقفلتش. إحنا ممكن يخش علينا لعيب جديد في أي وقت. خطوة غير متوقعة. على والوقت، الوقت نفسه مربك. المهم أنت دلوقتي بس ما تعكرش مزاجك، المشوار لسه صعب. يلا روح شوف ضيوفك. أنا همشي. إيه تمشي تروح فين؟ أنت مش هتتعشى معانا؟ عشا إيه، الله يخليك، أنا عازم المدام بره النهارده على العشاء. ما تعمل لناش مشاكل، أبوس إيدك يا هاشم. خلاص خلاص، بس ما تنساش معاد بكرة. حاضر. تصبح على خير. مع السلامة. تيجي نكمل قهوتنا بره؟ يلا. اتفضل. أدي البيوت ولا بلاش؟ طبعًا. أهلاً 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 أستاذ عمر. أهلاً 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 أستاذ أنيس، إزيك؟ أنت فينك يا راجل؟ ما عادش بشوفك ليه؟ تحت النظرة. تقول لي فين المدام؟ والله المدام عندها عذر. على فكرة إحنا عملنا كلام كتير قوي على الكام كوع اللي أنت طلبتهم في المسرحية إمبارح. عشان دي ده كان كتف قانوني. رسائل كده للمتفرج ولا ايه؟ عموما الرسائل وصلت الحمد لله. متشكر. عن اذنكم. اتفضل. تعملي ايه؟ انا بشوف لك طريقك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، منور. شايف؟ في اخر الكرسي اهو. انا عايزاك تطمن. اطمن؟ لما خدت من ايدك الفنجان كانت بتعمل كده. لازم تثق في كل كلمه قلتها لك امبارح. انت ال اي نعم، انا اللي قلت لك امبارح مبروك يا ريس. افتكرها لي دي.
انت بتصدقي في الحاجات دي؟ طبعا ده علم، ما بتصدقش فيه انت؟ علم الغيب بقى علم؟ بعيد عن الغيب، الفضول مالكش في الفضول؟ دي بنتك وده ابنك ودي المدام، ده بقى الشغل. فاضل لك ثلاث حاجات، المستقبل والفلوس، وفي بنت حاطه عينها عليك، تختار اشوف لك ايه؟ المستقبل بيد ربنا ونعم بالله، والبنت كفايه عليا المدام. الحمد لله انا عايش موجوده. أنا أول مرة أعرف إن أنت مادي قوي كده يا ريس. أنا عشان يعني أساري لازم أبقى جعان. صدقت؟ لا طبعاً. بس اتطلقت. كاتبة لمونة كيمونة ولو صدف وحش. بس على فكرة مدام مريم أنت ذكية قوي لأنك بتنقي الكلام اللي يريح اللي قدامك. متشكر. العفو. منورين يا جماعه، اهلا وسهلا، البيت بيكم، اهلا بيكم، خدوا راحتكم. ها اهلا اهلا، جديده الدخله جديده وعجبتني. حد يسيب الحفله اللي اتجنن اللي تحت دي ويطلع يقعد هنا؟ اما يبقى بيتك مفتوح 24 ساعه والناس داخله وناس خارجه هتتنفخي. بعد الشر عليكي من نفخ. وانت بتتنفخ؟ بعد الشر عليا من نفخ. هي دي المسرحية اللي قلت لك عليها، تلاقي فيها شغل سياسة، انما ايه؟ على أبوه. بس طبعا محتاجة منتج من نوع خاص. ايوه، غير أستاذ أنيس بتاعك ده. أنيس مين؟ محتاجة منتج جريء، مش زي أنيس طبعا. طيب أنا هقراها بس يا رب أفهمها، أنا عارفة إنها هتبقى معقدة جدا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ معقدة؟ تقصدي إن أنا معقد ولا إيه؟ لا ما أقصدش إن أنت معقد، قصدي يعني إن أنت عندك عمق فكري وبعد سياسي بيخليك دايما تختار سكريبت صعبة جدا. آه. أنا هقراها ولو في حاجة ما فهمتهاش هسألك. أنا تحت أمرك. كلميني في أي وقت أنت عايزاها. هتلاقيني مستنيك. شوفيهم لو عايزين حاجة تانية كمان ولا لأ. تعملي إيه هنا؟ كنت بدور على شنطتي. الله يكون في العون، أنتِ من الصبح رايحة جاية رايحة جاية ولابسة كاب عالي. والله ربنا يقدرك. ميرسي يا حبيبتي. أنتِ عارفة بقالي فترة كبيرة جداً ما حدش كلمني عن نفسي. كلهم يكلموني على أساس إن أنا سمية حرم الأستاذ هاشم. ميرسي على العون. العفو على إيه؟ لا يا عمر انت فاهم غلط. حياه الشهره وان انت تفضل طول الوقت السبوتات ضربه في وشك كده دي حاجه وحشه جدا. افهم من كلامك كده ان حكايه الترشح للرئاسه دي مضايقاكي؟ اه مضايقاني. مضايقاني فوق ما انت متخيل كمان. حياتنا اتغيرت خالص. بقيت معقده قوي وبابا اتغير بقى بني ادم تاني. ده غير مشاكل امي بقى اللي محتاجه قاعده عشان احكي لك عنها. خلاص سيبك من الكلام ده كله، شكل العشاء جاهز، روح اتعشى. ماشي. انت بتعملي ايه؟ تهترولي البيت هاشم الرئيس؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ اللي يشوفك امبارح وانت فاتح صدرك ما يشوفكش وانت مخضوض قوي كده. بقول لك ايه، ما توديناش في داهيه، مش ناقصه بقى دخان ولطه. دخان؟ اولا الهواء بياخد الدخان ويطلع لفوق ما بينزلش تحت. انت تستعبط يا بت. عارف لو قلت بت دي تاني هسفخك على بقى. اصل فوق وتحت ايه؟ هتنظري في الحشيش كمان. عيل جبان. وحياتك ما جوب. جبان. طب ننزل اوضتي. هنرول بس. ما تقطعيش. طب يلا. يلا. انا اسمع ان الفنانين
وهم صغيرين بيبقى عندهم ميول فنيه وبيطلعوا عنين اللي حواليهم. الكلام ده صحيح؟ لا ابدا، بالنسبه لي دي حاجه جات لي على كبر. كذاب، ما صدقوش ولا على كبر ولا على حاجه، لان هو قد كده اهو بيموت في الاخراج. كنا صغيرين وكان يعمل مسرحيات ده ما تقيل موت ولازم نتفرج عليها بالعافيه. فاكر يا عمر؟ انا فاكره مره واحنا صغيرين بتهيألي كنا في العيد، كان معانا كلنا فلوس، عمل برضه مسرحيه رخمه رخامه وعشان نتفرج عليها خد مننا فلوسنا. طول عمرك من صورك يا عمر وانت مادي قوي. الاكل حلو قوي يا هشام بيه. لا لا بتشفى. تحب اي حاجه تشربها؟ نعم شكرا. بجد؟ شكرا. ممكن ثانيه لو سمحتي؟ بالاذن. اللي كنت بتعمليه ده، انت اتجننتي؟ انت اللي اتجننت. انت ازاي اصلا تسحبني من ايديا بالشكل ده قدام الناس؟ وبعدين ايه المشكله؟ قلت لهم حكايه تسليهم، انبسطوا وضحكوا. بروستك يعني قصادهم. بروستيني؟ بالكذب؟ وطي صوتك، انت عايز تلم الناس علينا؟ اه بالكذب. كذب ابيض. ما سمعتش عن الكذب الابيض؟ لا طبعا. سمعت. دلوقتي بس. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. يزيد فضلك. خطوة عزيزة. دي أول مرة تزورنا فيها وكمان ترفض دعوتي على العشاء. والله ما ليا غير في المسلوق. شغل دكاترة بقى. لا ألف لا بأس عليك. وبعدين دخول فريد حسان سباق الرئاسة كان مفاجأة للكل. عشان كده كان لازم أجي لك من غير ميعاد سابق عشان أقعد معاك وأتكلم معاك. على فكرة يا الدقن العظيمة دي راحت فين؟ أنت كنت مركبها ولا إيه؟ لا 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 لا، الضرورة لها أحكام يا هاشم باشا. ضرورة إيه؟ الهرتك اللي إحنا فيه ده اللي محدش عارف هنخرج منه إزاي. اسمع يا دكتور، لو أنت جاي علشان تفوتني عشان أتخلى عن سباق الرئاسة، ها؟ تبقى ما تعرفنيش، الموضوع محسوم. أنا مش هتراجع عن طريق مشيت فيه عند أول عقبة تقابلني. بالعكس بالعكس، أنا جاي لك عشان أقول لك تستمر في اللي أنت فيه. أيوه بس ده ما كانش موقفكم من البداية. ولحد دلوقتي إحنا موقفنا لسه ما اتحسمش سواء معاك أو مع فريد حسان. وبصراحة كده من غير لف ودوران، العرض اللي هيناسبنا هو اللي هنقف معاه. يا ريم، بقيت رجاله ولا ايه؟ تعليم ستك نوجا. نوجا حبيبتي وحشتني والله. هي عامله ايه صحيح؟ يبقى روح اطمن عليها انت يا سامة. فعلا لازم اطمن عليها. طب ومامتك؟ مالها ماما؟ مامتك عندي في البيت عايزه تشوفك. ودي ايه اللي جابها دي هنا؟ جيت عشان اخدك ونرجع؟ تاخديني وترجعي؟ ايه شغل اولياء الامور ده؟ اولياء الامور؟ قليلة الادب، لا اللي تربيتي ولا شفتي تربيه. دي عامله تعملها بنت؟ دي عامله تعملها بنت محترمه من بيت محترم ومن عيله محترمه؟ ده انا ما عرفتش اربي. ايه الكلام ده؟ ما انا ما رضيتش اسيح يا سامح. الهانم خدت هدومها وهربت من البيت ومن البلد كلها. وسابت الواد الغلبان اللي عشمته بالجواز. بعد كده راح جاب لها الشبكه وجه. لا فلسعة الهانم، جاتك القرف. بقولك ايه؟ انا لا عشمت حد ولا طلبت حاجه من حد يجيبها لي. يا بنت احترمي نفسك يا بنت وبطلي كذب بقى. الناس كلها عارفه انك انت كنت بتحبيه وهو كمان بيحبك وكنتوا هتتجوزوا. خلاص؟ خدت الواد لحم ورميتيه عبد؟ وانا مش هدفن نفسي بقى عشان كلام الناس. اللي مضحكني ان انت جايه وفاكره انك هتاخديني في ايديك وترجعي. طب ليه يا اختي ما عملتيش مع جوزك كده قبل ما يطفش من وشك؟ اخلصي يا قليلتي. يا جماعه اهدوا. كل حاجه هتتحل ان شاء الله. اوعي تفتكري ان الواد عشان بيحبك هيسيبك. لا مش هيسيبك والله. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يعمل كتير قوي يا روح امك. هيعمل كتير. حطك في دماغه وما كانش راضي يسيبني اجي لوحدي، كان عايز يجي معايا لولا ان انا قلت له هروح وارجعها لك. بقول لك ايه؟ شغل الكهن ده والحركات القرعه بتاعتك مش هتخش عليا.
ماما انت كبرتي في السن. ايوه ارجعي المرمطه عشانك بقتش كويسه. اخرسي بنت، خلي بالك من بنتك الثانيه، يمكن تربيتك تطمر فيها. انا اصلا تربيه وسخه زي ابويا بالرويه. ما انت فعلا تربيه وسخه زي ابوكي. طيب يلا يا قلتي ادب. اوعي تفتكري الحبتين بتوعك دول انا صدقتهم، ان انت جايه هنا خايفه عليا وكلام الناس. لا انت كل اللي قهرك ان انا فلتت من تحت ايدك، عملت فيكي زي ما ابويا عمل فيكي بالظبط. الادب ماما، انا مش هينفع تعملي معايا يمين يمين شمال شمال، انا مش ترابيزه من ترابيزات المطعم بتاعك. ريحي نفسك، انا مش كده سفله. يا ريري ايه اللي في الادب دي؟ دي بطك. شوفي يا اخويا مين بيتكلم على الادب. ايه سامح، احنا دافنينه سوا. كريا مريم انت هترتاحي لي ولا ايه؟ لا مش هرتاحلك، بس اللي يتكلم على الادب يبقى بني ادم متربي، مش مرافع على مراته. اخرس. ماشي يا ماما. غوري جاتك القرف. وصول سيادتك للمكان اللي حدده الخبراء بتوعنا، انا لقيته انه فعلا مكان محتمل كاقرب نقطه تصويب، تقديرا لزاويه اختراق الرصاصه وبعد المسافات. ولقينا جثه راجل الامن بتاعنا اللي خد مكانه، وده الدليل الوحيد اللي في ايدينا لحد دلوقتي. متأكد إن الخط اللي أنت بتكلمني منه متأمن؟ يعني معقول هكلمك من خط متراقب يا فؤاد؟ لا حد يعرف الرقم اللي بكلمك منه ولا اللي بكلمك عليه. من غير انفعال يا كمال، من غير انفعال. من غير انفعال إزاي بس؟ أنت عارف معنى اللي حصل ده إيه؟ إن الهانم هتسيطر على كل حاجة. عشان كده لازم نهدى شوية ونبان كأننا جزء من اللعبة لحد ما نفهم الموضوع جديد هيبقى إيه؟ ماشي ماشي يا فؤاد. الظاهر إني في الآخر هبقى لوحدي. لوحدي خالص. كله تمام. ايه الاخبار؟ الرئيس في الجناح الطبي وانا سايب مع الدكتور رياض بيدي تعليمات للفريق المعالج. وجهان فين؟ هي مختفيه من امبارح ومش عارفين ليه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه السكرتيره بتاعت الرئيس مختفيه؟ هتكون راحت فين يعني؟ مش عارفين هنا. بهجت تبي وتختص وترجع لي بجهان، مفهوم؟ مفهوم. اتفضل.
حبت ظروف اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح ومن النهاردة ملقتش بينهم أي باب مفتوح كل اللي جاي جاي وياخد مكانه فرحها في ماضي لازم يتنسي ويتداس